السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتي واز كاميليا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله قررت باش نحضر معكم كيك رولي او سويسرو اللي كيجي رائع. بقايا الكيك اللي كتبقى لينا ما كنلوحوهاش، انا قررت باش ندير هذه الفكره هذه. ان شاء الله تنال الاستحسان ديالكم وتعجبكم. وقبل ما نبدا في المقادير وطريقه التحضير، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي. نبداو على بركه الله في طريقة التحضير. بالنسبة للطريقة، أنا عندي هاد الكيك هذا اللي كنت خدمت به وخليته في الثلاجة، خليته في المجمد باش نعود ندير به شي حاجة، وجاتني الفكرة باش ندير هاد الكيك رولي. كيف ما كتشوفوا هنا عندي بقايا الكيك حيت كنت خدمت واحد الحلوة وبقى لي الجينواز. ماشي بالضرورة يكون الجينواز، حتى كيكة إلا كانت عندكم. انا غادي نبدا نفرست هكا بيديا كيف ما كتشوفوا، حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي ديال الكيك، حتى نساليها هكا نفرستها بين يديا ونديرها في الطحانه، نطحنها مزيان حتى تولينا على شكل بسكوي. كيف ما كتشوفوا انا طحنتها هنايا ولات لي على شكل بسكوي. وهنايا غادي ناخذ نيسلي تقريبا كاس، وغادي ناخذ الشوكولاته الابيض نصف كاس بقياس كاس العنبه. يمكن لكم تستغناو على هاد الشوكولاته هذا، انا غير درته. واللي ما عندوش نيسلي او شوكولاته يمكن لكم تجمعوا هاد الكيك هذا بالعسل. وبالنسبه للنيسلي انا غادي نخلي لكم الرابط ديال الوصفه اللي كنت فاش كنت حضرته، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. غادي نبدا نحرك هكا مزيان حتى تجمع ليا العجين ويولي تيتجمع ليا الكيك ويولينا على شكل عجين. غادي نزيد دابا نيسلي، غادي نبدا نزيد غير بشويه بشويه حتى وكان تجمع ليا البسكوي اللي عندي او الكيك عفوا. بعد ما جمعته كيف ما كتشوفوا كيجينا على هذا الشكل هذا. انا فرشت ليه ورق الزبده وغادي نحطه فوق منه، غادي نخويه فوق من الورق ديال الزبدة على هذا الشكل هذا ونجمع الجوانب. غادي نجيب ورق اخر نحطه فوق منه، يمكن لكم تستعملوا البلاستيك الغذائي اللي عندكم. وغادي نبدا نسرحه هكذا على شكل مستطيل بالمدلك، نحاول نسرحه مزيان وما يكونش رقيق بزاف، ضروري نخليه عنده واحد السمك تقريبا 2 سنتيمتر تقريبا او سنتيم ونصف. كيف ما كتشوفوا انا جمعتها على شكل مستطيل، جاتني على هذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب الكريم شونتيي او الكريم فريش اللي كنت انايا حضرتها، درت كريم فريش وطلعتها وزدت معاها شويه ديال السكر. صافي غادي نسرح هكا لا كريم عليها، ما نحاولش نكثر بزاف، ندير غير شويه ونقاد الجوانب مزيان. وهنايا غادي ندير طريفات ديال البنان، يمكن لكم ديروا اي نوع ديال الديسير ديالكم او ما ديروا والو، اولا عندكم شويه ديال الزبيب ديروه ولا القرقاع اللوز كاوكاو اللي كنديروها في الوسط. حتى الا ما غاديش ديروا والو ما ديروش، اختيار هاد المرحله هذه اختياريه. دابا غادي نبدا نجمع في الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. الورق الغذائي كيف ما كتشوفوا الورق الزبده عفوا كيعاونني باش ندور الكيك ديالي. كيف ما كتشوفوا ما كيخسر لينا ما والو. غادي نجمعو على هذا الشكل هذا ونديرو في المجمد حتى يشد لينا راسو، عاد نخرجو باش نعاود نزينو من الفوق. بعد ما خرجتو من الثلاجه كيف ما كتشوفوا كيجي شاد راسو كيخرج لنا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نبدا نزينو من الفوق، غادي نبقى ندهنو بلا كريم. نتوما يمكن لكم الا ما بغيتوش ديروه من الفوق ديروا شويه ديال الشوكولاته، ديروا اي حاجه تزين حسب الاختيار ديالكم حسب الرغبه ديالكم. غادي نحاول ندهنها كامله باللاكريم وما نكثرش بزاف لانها فيها الشوكولاته الوسط باش ما تجيناش كتكهم. وهنايا خديت البوش اللي درت فيه واحد شويه ديال النكهه ديال الفريز، غادي نبدا نزين من الفوق وندخلها الثلاجه عاد نقدمها.
وهذا هو الشكل النهائي ديال سبيسرول او الكيك رولي. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع في المذاق والشكل ايضا، وكيجي سهل بزاف، يمكن لكم تحضروه في دقائق دغيا دغيا كيوجد. نتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم، وتشجعوني باللايكات ديالكم وتخليوا لي تعليق. نتلاقاو ان شاء الله في وصفة قادمة، والسلام عليكم.